طبعا هنا تتلاقى العقول والأفكار وأيضا الحلول والشراكات الفنية والثقافية. مثل هذه القمم تساعد على أيضا إبراز الدور المهم جدا لأن الثقافة ليست محصورة فقط في بلد معين، ولكن هي ثقافة مفتوحة وثقافة أيضا تساعد على الاستفادة من الزائرين المتواجدين هنا في معنا هنا في دولة الإمارات، وأيضا في نفس الوقت كيف أن إحنا كدولة الإمارات من مثقفين من الوزارة من المختصين في جانب الثقافة يكونهم أيضا دور فعال في التفاعل مع الأشخاص المتواجدين. نأمل أن تكون هناك أيضا بعد هذه القمة تكون هناك نتائج لشراكات بسبب هذه التفاعل بين الجنسيات المختلفة. عينك على العالم.